دعم ومساندة للشعب الفلسطيني. كلنا كنا سعداء وكنا نحلم بهذا اللقاء، كوننا كنا ننتظر لحظة بلحظة حينما ندخل إلى استاد رادس ونشاهد الجماهير الوفية التي تعشق فلسطين، أولاً تعشق القضية الفلسطينية لتعبر عن رأيها لرفضها القاطع ورفضها المطلق لقرار ترامب الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. لأننا نعرف ونعلم بأن الشعب الفلسطيني والشعب التونسي شعب واحد، شعب معصاة، لأن الثورة الفلسطينية حينما احتضنتها الأراضي التونسية وانطلقت من تونس إلى فلسطين وعادت إلى الأراضي الفلسطينية وشكلت الدولة، ونحن لدينا كل المقومات، جئنا هنا سعداء وكنا نأمل ونتمنى، وكان حلمنا جميعا بلا استثناء حلم الشارع الرياضي الفلسطيني بمشاهدة اللقاء عبر شاشات التلفزة. وكان هناك كل الجماهير الوفية في فلسطين عدت العدة لحضور اللقاء، لكن شاء الله ما يعني انتهى اللقاء أو تم إلغاء اللقاء لظروف نحن لا نستطيع أن نتحدث بأي شيء، لكن تقبلنا الخبر لأننا نعشق تونس أولا. كيف تقبلت خبر إلغاء المقابلة؟ حتى نكون صادقين، حينما تم الاتصال بنا ليلا وبالإعلان عن إلغاء اللقاء كانت صدمة كبيرة لكل، أولا بداية للاعبين وأيضا لبعثة الترجي وادي أنيس. في نفس اللحظة قرر كل لاعبي الفريق العودة إلى فلسطين في الصباح الباكر، لكن حينما جلسنا مع اللاعبين وحاولنا نفهمهم أو نتدارك الأمر، الكل تقبل الأمر. لماذا؟ لأننا نعشق تونس، لأننا لا نريد أي إشكاليات في الشارع التونسي، لأننا نتمنى الأمن والاستقرار للشعب التونسي وللشارع الرياضي التونسي وللرياضة التونسية. كم كنا سعداء وحينما فرحنا لأن المنتخب التونسي حينما صعد إلى تصفيات كأس العالم في روسيا، فرحتنا لا يمكن وصفها عبر الإذاعات أو عبر شاشات التلفزة أو عبر الصحافة المكتوبة أو المقروءة، لأننا نعشق تونس. تلقينا الخبر، كان خبر صادم، لكن بعد مضي الوقت تحدثنا مع اللاعبين، تحدثنا مع الجميع، استدركنا الأمر، تفهمنا الوضع الذي تعيشه تونس، والتي نتمنى أن تتدارك الظروف، تتدارك الأمور، وأن تعود الأمن والاستقرار لتونس المعطاء، تونس الحبيبة. شكرا لك. نعم، الانترفيو اخر بنتو واحد اخر.